السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد. اليوم جايبكم الحلقه الثانيه من الهروب من المدرسه. في كومنتات كثير كذا، ما ادري استبروا ولا لا، بس يعني اليوم يحرض على نحشم المدرسه. ايش يا شباب، ترى لعبه يعني، تحل الغاز، خلي هذا المخ يشتغل. انا ما قلت شيء، تقول لي شيء ما قلته، والله مشكله. طبعا شكرا لكم على الدعم. ما في ذاك المشاهدات بس في لايكات، انا قلت لكم بمشي على سالفه اللايكات. في لايكات بكمل، في كومنتات بكمل، ما همتني المشاهدات ابدا. هذه الحلقه تكمل للسلسله، وشكرا لكم جميعا على الدعم. انه اخيرا وعد زي كذا، والله العظيم انه يعني لي كثير. انا ودي انوع دايم، بس ترى مو باي لعبه تصلح لي يعني. هذه اللعبه لو اني صورتها ما عجبتني والله ما راح انزلها يعني. اوكي، في العاب كثير ترى العبها ما انزلها، ما اقتنع بالمقطع ولا اقدر انزل يوميا اي شيء. وتابع انستغرام سناب، وبسم الله خلونا نبدا. طبعا اللعبه للي شاف المقطع، بديت اللعبه من جديد لان ما في تخزين، فلازم نعرف الخطوات زي كذا. والحين انا اقول لكم فكيت الباب، والحين بروح افك هذا الشيء. بعدين قريت كومنتات تقول لي عدد الصناديق الموجوده، شفتوا مثلا لون احمر ازرق اصفر اخضر، هنا احمر ازرق اصفر اخضر في القفل هذا، فكم عدد الصناديق خضراء، كم عدد الصناديق الزرقاء وزي كذا. فشكرا والله، شكرا لكم جميعا، باذن الله ان نخلص هذه الحلقه باسرع وقت. ما ودي اطول زي الحلقه اللي راحت 50 دقيقه. طيب هذا الرمز كان 3 6، لا 6، اوكي 9 8 اتوقع، ياب زي ما قلنا. اوكي فك هذا، فناخذ هذا الشيء وناخذ هذا الشيء. هذا ما ادري شو تصيد منه فيه، بس اوكي اوكي نرمي هذا الشيء بعد هنا، ونجي هنا عند هذا الشيء. 8 7 5 2 5 2، ان شاء الله انه صح، والله اني ناسي. ياب صح علينا، حلو حلو حلو. هذا اللي يفتح الباب صح؟ ايوه انحش، مفروض انه يفتح باب ولا؟ ياب مفروض انه يفتح الباب. طيب الحين نعد الالوان. اوكي نبدا من الاحمر. احمر كم عددها؟ طبعا مو باحمر، زهري او وردي. 1 2 3 4 5، هذا لون مختلف شوي بس نحط 5. اوكي في بداية 5 محطوط 5. طيب اللي بعدها يكون الاصفر. 1 2 3 4 5 6 7 7. طيب حلو حلو، محطوط 7. طيب اللون الاخضر 8. 1 2 3 4، اوكي يعني ماشيين بالخطوات صح تقريبا. انا ما ادري حطيت 5 7. 1 2 3 4 صح علينا، حلو. باقي الازرق اللي هو هذا. 1 2 3 4 5 6 7 7، نقص واحدة. نايس يعني. اوه وش ذا؟ هذا ما يفتح الباب؟ اوكي هذه نفتشها اتوقع. طبعا مو كلها تفتح زي ما تشوفون، لازم تفتح واحدة واحدة. يا ساتر، لا والله مو واحدة واحدة، المفتوحة بس. اوكي هذا شو؟ هذا في رمز او شيء؟ لا تقول لي اجيب لحظة، اتوقع اني اجيب شيء من الغرفة هذه، بقرب كل الاشياء اللي هنا. اوكي باخذ هذا الشيء وبقرب هناك، لان اكيد انه له شيء نسويه هنا. اوكي وبجيب الفلاش في نفس الوقت، لان اتوقع في اشياء لها في الفلاش. وين فلاش؟ فلاش فلاش، حلو هذا هو. طيب لو حطينا هذا على هذا ايش بيطلع شيء؟ اوكي ما طلع شيء، فخليها. اوه في ثاني هنا، نايس. سقعان انه يكون في كم عدد الاشياء هذه مربعة او المكعبات هذه. خلصنا من هذه، حلو. هنا نفك هذه وهذه، لا اقصد انه كثير الاشياء اللي هنا. طيب نفتح هذه، حلو في واحده تحت. 4 حاليا 4، حلو. اوكي ما يفتح ولا واحد. طيب خلصنا هذه، باقي اللي في البدايه ما فتحناها. اوكي طيب هنا واحده، هذه 5، حلو. وش ذا؟ شفت لمعة على بال انه في شيء؟ حلو الوضع لخبطه شوي. حاليا 5، نبدا من البدايه، ما في شيء هنا. اوكي هذه فتحت، حلو. لقينا السادسه، يلبيه. لحظه واحده، اي 6 6، حلو. انا على بالي اني خرفت. اوه في شيء هنا، يعني هذه مجوهره اتوقع او شيء نفس لون الاخضر، نفس شكل الاخضر. انا ايش فيني لون ما ادري ايش جايني انا. اوكي خلصنا من هذا الشيء، بنروح سيده. ها وشو ذا؟ وات، ما في مكان نحط فيه ذا، والله ما يفتح الباب. اوه هنا فيه، هذا يقول كم عدد المكعبات. طيب عددها 6، لكن كيف نعرف الترتيب؟ نحط 6 6 اربع مرات ولا ايش؟ والله ما اتوقع انه 4 6، ما اتوقع، قايل لكم ما اتوقع انه 4 6. طيب خلينا نجرب 6 9 6 9، ما ادري ايش، احس انه 6 9 6 9، والله ما في اي 6 9. طيب المكعبات يقول لك 6، واللي بعدها وشو؟ هل ناخذها ونقدر نتامل فيها يعني؟ هل فيها ارقام؟ اتوقع ان فيها جهه فيها ارقام، ما في رقم هنا.
ما في رقم هنا، ما في رقم هنا، ما في رقم هنا. حلو، نمشي كذا. طيب هذا ما في ارقام، ناخذ اللي بعدها. هل بيكون كل شيء نفس الشيء؟ كان فيها رقم هذه، والله كنا 9، والله كنا 9. اوكي نخلي الرقم الاخير 9، ما ادري ليش محطوط 9، والله ما ادري ترى قاعد اخرف حرفيا اخرف. 7 1، كل الارقام موجوده، كيف اعرف؟ طيب حرفيا صعبه. طيب لو ناخذ هذا، هل نقدر نقفل اللمبات هذه؟ لو بنقفلها بيكون شيء اسطوري لو كان فيه اي زر يطفي، لو يعني احد يشوف رقم انا ما اشوفه ولا ايش. يعني كنا في واحد في النص نفس الوقت، ذي كنا 7. كنا كذا، كنا جا 2 بس ما جا 2، ما ادري شلون. طيب 6 1 6 1، نخرب اي شيء لان حرفيا ما نشوف شيء، ما نشوف اي ارقام. هو مستحيل انه يصير كذا 6 1 6 1، مستحيل. طيب خلونا نسوي هند. So many cubes, maybe one of them is correct angle. Can you show me something? يقول واحد من المكعبات هذه بتوري زاوية كويسة راح يوريك شيء. يا رقم يا شيء. اوه لحظة، 9 8 1 4. لحظة لحظة لحظة، 9 8 1 4. لا تكفى لا تكفى، على بالي كل واحد رقم 9 8 1 4. والله لو يصير صح يا ساتر. لا تكفى فك، تكفى فك. كم قلت انا؟ 9 8 1 4. هو شفته من زاوية 9 8 1 4، متأكد انا 9. مشكلة اللي يقلب ذا يلحس المخ كذا. كنا 4 على 9. طيب اللي ما في ارقام نرمي بعيد. اوكي ان هذا قلنا اول واحد اتوقع اللي هو اللي فيه 9 8 1 4. طيب خلينا نمشي هذا على السريع. ليش ما زومنا من اول انه؟ اوكي نمشي كذا على السريع، نقلب نقلب. يا رب يا كريم، هذا مستحيل احس الارقام تطلع منها. وديتها كل الزوايا حرفيا ما في ولا رقم. طيب هذه نرميها زي ما قلنا لان ما طلع منها ارقام. سوي هنا اف ونزوم شوي يمكن يطلع لنا ارقام. طيب رقي كذا شوي كذا، ما طلع شيء. رقي على فوق، على جنب، على الجنب الثاني، بس رقم واحد ما ينفع. انا طولت مره، طولت مره، لكن احس اني قربت. هذا كنا فيه 3، بس لا مو بثلاثة. انا احس انه هو هذا ولا هذا. خلينا نشوف هذا، تأكد. طيب نمشي كذا شوي شوي، هذا كنا فيه 3 واخر شيء واحد، بس اللي بعده وشو؟ ما ادري. هذا لو خلينا كذا ناخذ الاخيره وبسم الله زي ما قلنا. ايوه هذه متاكد ان فيها ارقام، متاكد مليون بالمئة فيها 7. تكفى. ايوه 3 7 8 6 3 7 8 6. حلو حلو، 3 7 8 6. احفظ 3 7 8 6 3 7 8 6 3 7 8 6. ما ابغى انسى 3 7 8 6. 8 يا رب صح. يس يا شيخ تكفى. يا الله هذا وشو؟ والله ما ادري وش هذا. طيب دورة مياه هنا وانت بكرامة يعني. قفل قفل قفل، ايش فايدة يعني؟ وات؟ اي لحظة، بيقول لي جمع هذه الاشياء يعني؟ انا لقيت واحدة هنا وانت بكرامة طبعا يعني. ما ادري وش المكان، ما لقوا الا هنا؟ هذا شكلي يا لام يا الكدش. انا احس انه فوق في شيء، ما ادري ليش. هنا ما في شيء، اكيد هنا فيه، ما ادري وين بس اكيد فيه. اي والله فيه، ما ياخذ ليه؟ اوكي شكله اخذه بشيء معين يعني، اشيله بشيء معين. اوه طبعة يد، حلو. طيب تتوقعون هذا اشيل فيه؟ طيب ما اقدر اشيل فيه هذا، ما ادري هل هو نفس المناسب ولا لا. اوكي اوكي اوكي، عرفنا انه هنا المدخل. اوكي وشلون ندخل هنا؟ اتوقع ان هذا الباب اللي يفك او هذا. حلو حلو حلو، يبينا نعيد الترتيب. اوكي نلقينا شيء هنا اللي هو الاحمر، فما ادري هل هو مغناطيس ياخذ الحديد او شيء زي كذا، فنجيبه. حلو. طيب شلون اخذ؟ تلاحظون كنا مسكه. اوه اوكي اوكي، هنا هنا مكان هذا، مكان هذا الشيء يبغانا نسوي شيء يضبطنا من ناحيه هذا. حرفيا ما لقينا ولا شيء. اوكي توقعون فيه هنا؟ خلينا نمشي على المجال وانتم بكرامه. والله قلت الاماكن يعني عشان تحطون هنا. والله بحط هنا ثاني، صعب. Maybe I can unlock the toilet cubic list somehow. قفل بس هل ادف كذا؟ والله المفروض ينكسر قفل، مو بهذا الدرجه يا اخي حرام. ايوه اوه ديم، كرمكم الله يعني. انا ما ودي اشوف هذا المنظر بس اوكي اوكي اوكي. لحظه لحظه، ناخذ هذه نطلعها هنا. هذه اتوقع اللي استخدمها
هذا الشيء. حلو سحبناه سحبناه. حلو رجع هنا يعني. نايس فك بوب ديم. اوكي لو نحشو الموت يا ساتر. وش ذا؟ وش هذا؟ اعوذ بالله. يا ساتر يا ساتر والله الوضع غريب اقسم بالله غريب. طب خلينا نفك البيبان كلها يمكن فيها شيء. طيب نرمي هذا الشيء الحين. والله يا ساتر الحين اجيب هذه كلها. توقع هذا وينه الاحمر ولا احمر؟ بنفسجي واخضر اذكر في لون احمر يا شباب. خلينا نرمي هذا هناك. والله العظيم ما ادري وش اسوي الحين حرفيا ما ادري وش اسوي. يا ساتر الصوت اللي يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What is this؟ أعوذ بالله. أتوقع أجيب كلها. والله يا الصوت يخرج. أقسم بالله يخرج. يا ساتر بقي الأخير. طيب وين راح هذا؟ ما ندري. واسمع شفت شيء ثاني. والله يا الصوت يخرج. أوكي أوكي خلصنا ولا إيش؟ أوكي طلعت. وات شرطة. وش ذا؟ باقي الثالثة. باقي الثالثة. والله العظيم اني ضيعت صدق. ما ادري هل انا كانت معي ورميتها بالغلط ولا شيء. اوه هذه هي. الله ياخذ بليزي. هذه نطلع هنا وسيت. والله اني ناسي اني جايبها. اقسم بالله اني ناسي. الا خلاص خلصنا الحمد لله. الحين الصوت بيخرج. اسمع 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 اسمع. خلصنا تكفون خلاص. يا ساتر وش الدوامة. خلصنا اللعبة خلصنا اللعبة. اطيح فيها. يو 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 لو يا ساتر خلصنا اللعبة. والله لعبة ممتعة صراحة. صح انه قصيرة مرة 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 بس ممتعة. الحمد لله خلصنا اللعبة. توقعت اني باخذ وقت اطول صراحة بس الحمد لله وانا في الاخيرة الحمراء مع اني اتذكر ان كانت معي ثلاث. ما ادري متى جبتها. مخي ليش كذا خلاني اسيبها ما ادري. عموما مساكم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع جايبكم ميلات. ما تنسوا زر اللايك. سيدكم في القناة كنتم مشتركين. ويتبون ننزل العاب اكثر مثل كذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وش الالعاب. واذا عجبكم مقطع لا تقصرون بالدعم. تكفون تكفون لا تقصرون بالدعم لانه بيعني لي الكثير وبيبين لي انكم تبون تنويع يعني ما تبون روكيت الحالات. هاي كان مقطع اليوم ان شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في امان الله.